لو قال قائل ما هي تلك الساعة؟ أحددت في وقت معين أم ماذا؟ فالجواب عن هذا أن العلماء اختلفوا في ذلك على أكثر من 40 قولا، ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح والشوكاني في نيل الأوطار. وليعلم أن تلك الأقوال المذكورة قال فيها ابن حجر رحمه الله مع تعددها قال فيها قولا جميلا، ما هو؟ قال الذي ورد من حيث الصحة كما عند مسلم وهو حديث أبي موسى الأشعري أنها من حين ما يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أو حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي وغيره أنها بعد العصر. قال وما عدا هذين القولين من الصحابيين رضي الله عنهما فيما رواياه من تلك الأقوال، إما أن تكون تلك الأقوال داخلة في هذين القولين، الأقوال الأكثر من 40، إما أن تكون داخلة في هذين القولين أو في أحدهما، أو عليها دليل ضعيف أو عليها قول لا دليل عليه.